ينقذ الفأر الصغير. هذا الفأر يريد أكل الجبن، لكن إذا أكلها سوف أيامها سوف تؤكل، يعني روحها سوف تقبض. لذلك كيف ننقذها؟ سوف نحمل الجبن ونعطيها له. إيزي، لم تحمل شباب. سوف نحاول أن نضغط هكذا، نضغط عليها هكذا شباب. خطأ، لما نضغط عليها خطأ. سوف نضغط على الفأر هكذا، لم يحدث أي شيء. سوف نضغط على جحر الفأر. إيه، سوف نجعل جحر هنا. إيه، ورنا له شيء هو أكثر أهمية من الجبن يا شباب، وذهب إليه. أوكي، من سيفوز؟ عندنا شخصين يتصارعان صراع الأيادي، أيهم سيفوز يا ترى؟ أكيد بأنها المعضل 100%، لكن لا نحكم على الشكل. سوف نحاول الاستكشاف. سوف نضغط هكذا على يديهم، لم يحدث أي شيء. نضغط على هذا اللي شعره أصفر. ها شنو؟ إيه، ندغدغه، دغدغناه وفاز الآخر، لكن هكذا ساعدناه في الفوز وليس لم نكتشف من سيفوز. أوكي، ما علينا، لعبة تافهة.